صباح الخير مشاهدينا من جديد، واهلا فيكم بمشوارنا الصباحي من حلقتنا لليوم من برنامجكم يوم جديد وعلى شاشتكم التلفزيون الاردني. بنجدد الترحيب لكل الاشخاص اللي انضموا لنا الان عبر شاشه التلفزيون الاردني وحابين هلا نتحدث عن مبادره يلا على البلد. يعني يوم 28 شباط 2019 كان يوم حزين جدا على كل الاردنيين. تاثرت منطقه وسط البلد بفيضانات كارثيه وسيول من الامطار الكثيفه التي سقطت في هذه المنطقة وأدت إلى أضرار مادية ومعنوية كبيرة جدا على تجار منطقة وسط البلد. فلذلك بتعرفوا نحن بالأردن النشامة عنا كتار والنشطاء الاجتماعيين المبادرين طبعا كتار. فمحمد قاسم مؤسس مبادرة يلا على البلد قام بإنشاء هذه المبادرة اللي فيها العديد من التنظيمات والتخطيطات ليوم غد يوم الجمعة عشان كنا ننزل لوسط البلد ونشتري من كافة المحلات التجارية المتضررة وندعم تجار وسط البلد. وأيضا أماني حماد الفتاة الرائعة جدا الناشطة الاجتماعية التي وهي أول من أطلقت هاشتاج يلا على البلد، وهذا الهاشتاج لاقى رواجا عاليا وتداولا كبيرا خلال الأسبوع اللي مر. أسبوع كان حافل بالتحضيرات لحملة يلا على البلد. أحاديث كثير رح نتحدثها اليوم مع محمد قاسم وأماني حماد. بحب أصبح عليكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. كيف صباحكم؟ روعة. كيف كان أسبوعك يا محمد؟ احكي لي كيف بلشت معكم فكرة يلا على البلد وشو تحضيراتكم لهالأسبوع؟ صراحة بلشت الفكرة عند أكثر من حدا، خلينا نكون واقعيين، ولكن أول شخص طرح هالفكرة بروح أنا دائما بشكره أو خليني أحكي إني تواصلت معه بشكل سريع، شاب بسيط اسمه عبيدة، حتى عمره صغير. حكينا معه قلنا له حرام هاي الفكرة تضلها على بروفايلك الشخصي، يعني فرصة إنه نعملها إشي مبادرة على مستوى المجتمع، لأنه إحنا بنعرف إنه الأردنيين بشكل عام بحبوا يساعدوا. فحولناها على إيفنت على الفيسبوك، وتزامن هذا الإشي مع الهاشتاج اللي أطلقته أماني. حلو. فصار التداول، الناس استخدمت الهاشتاج بطريقة كثير رهيبة. حلو. فالناس هم اللي خلوا الاسم يتوجه ل يلا على البلد باستخدام الهاشتاج. بتعرفي تأثير الهاشتاج على السوشيال ميديا له تأثير رهيب. طبعا أسبوع طويل، أسبوع متعب، تزامن بين يعني تحضيرات بوسط البلد مع حياتنا الطبيعية اللي بنشتغل واللي عنده وظيفته ودراسته والأمور هاي، وبنفس الوقت ايش عم نحكي مع التجار نعرف بالضبط ايش الاضرار اللي تعرضوا لها. يعني عم نضطر رح اسالك هلا، الحديث رح يطول معك محمد عشان اسالك ايش القصص اللي تعرفت عليها بوسط البلد لما نزلت على البلد وشفت التجار وحكيت معاهم ودردشت واخذت وعطيت. نعم. عرفت شو الوضع اللي عم بيعانوا منه في الفتره الحاليه. لكن بدي انتقل لاماني حماد الرائعه وتحكي لنا اماني عن هاشتاج يلا على البلد. لما قمتي باطلاق هذا الهاشتاج ولاول مره يتم اطلاقه من خلالك وصار هذا التداول الكبير لهاشتاج يلا على البلد والناس كلها تحمست وتشجعت عشان تنزل على البلد وتدعم تجار وسط البلد، احكي لي كيف لقيتي تفاعل الناس؟ هل كنت تتوقعي انه هذا الهاشتاج يوصل بهذا الحجم من التداول والرواج؟ لا صراحة ما توقعتش انه هالقد يكون الاهتمام. هو مش اشي غريب يعني على الناس لما تكون انت رابط الهاشتاج بقيمة اجتماعية وبموضوع اساسا هو جزء من خلينا نحكي من خصائص هالمجتمع الحلوة، فكرة التكافل والتضامن. بس صراحة بالطريقة اللي انتشر فيها لا انا ما توقعت، بس اظن هي فكرة انه قدمنا شيء حلو الى جانب انك تعمل شيء تساعد فيه تجار البلد، انه بتقدر تروح لهذا المكان، بتقدر تاكل هذا الشيء، الشغلات الحلوه اللي بنعملها بوسط البلد. يعني انا شفت صفحتك على الفيسبوك، صفحتك الشخصيه، كثير منزله بوست انه صور من المحلات، ايش بتقدر تشتري من هذا المحل اكسسوارات، ايش بتقدر تشرب من هذا المحل كوكتيل. يعني حبيت كثير طريقتك بترويج لحمله يلا على البلد وبمشاركتك الفعاله جدا بهاي الحمله، يعطيك الف عافيه عن جد. مش عارفه شو احكي لكم محمد واماني، انتم شباب يعني مثال للشباب الرائع المتكافل خلينا نقول المتضامن، ونحن مجتمعنا الأردني لازم يكون متماسك وقوي بالمبادرات الشبابية اللي عم بتقوموا فيها، أنه حسيتوا بتجار وسط البلد وقمتوا بهذه المبادرة. محمد بحب أسألك عن تفاصيل التخطيطات والتنظيمات ليوم غد. أي حدا بده يشارك بحملة يلا على البلد إيش لازم يعمل؟ أي ساعة لازم يجي؟ شو التنظيمات؟ شو الترتيبات؟ مين المتطوعين؟ شو حيصير؟ تفضل. هلأ خلال اليومين الماضيين أعلنا عن طلبنا عن المتطوعين خلال اليوم تبع بكرة يوم الجمعة، لأنه عم نشهد تفاعل كثير كبير. يعني إحنا مش قادرين بالضبط نضبط العدد اللي رح يكون موجود، بس حسب ما إحنا عم نشوف تفاعل الناس فإحنا متوقعينه بالألاف. حلو. فعم نطلب متطوعين عشان نحاول ننظم هاي حركة السير. حلو. نساعد الناس بالأجابة عن المحلات اللي تضررت أكثر من غيرها.
اليوم رح نعلن عن خارطة لهي الشوارع اللي تضررت بنسب. ممتاز. كل شارع شو نسبة تضرره بناء على البلد عشان نخلي الناس تتوجه، وكل شارع شو الطابع العام من المحلات اللي فيه. هذا الشارع مثلا متخصص بالأقمشة، هذا الشارع متخصص بالإلكترونيات، عشان لما تكوني انت بدك تشتري منتج معين عندك هدف فيه تروحي على طول عليه. ممتاز. وهذا بخفف شوي حمل على تنظيم هذا اليوم طبعا، وبخفف من الازدحامات يمكن كمان. اكيد طبعا رح نحكي شوي عن الازدحامات بحديثنا، لكن اماني بحب اسالك انه يمكن في اكثر من 500 محل تجاري تضرر من هذا من الفيضانات الكارثيه اللي حصلت الاسبوع الماضي. بدي احكي لك كيف مبادرة يلا، بدي أسألك كيف مبادرة يلا على البلد رح تساعد المحال التجارية على يعني دعمهم ماديا ومعنويا، خلينا نقول إيش رح تقدم لهم؟ شوفي هي اللي يعني انا بعض التجار حكيت معهم اللي تضرروا، يعني في صراحه في قصص كثير مؤلمه. يعني انا لسه كنت عم بحكي انا ومحمد واحنا قبل ما ننزل على الهواء انه في مثلا تجار شاري البضاعه اللي عنده اللي خسرها بالدين بشيكات او بكمبيالات او بكذا، هذا حيواجه اذا ما قدر انه يرجع يوقف على اجريه ويدفع جزء من هاي ممكن يواجه لا سمح الله السجن او يتضرر يعني بشكل كثير كبير. فهدول يعني اللي هلا لازم انه نعمله انه نحاول انه نشتري من عندهم، سواء بضاعه اللي لسه ممكن انه يتم استخدامها مشان ما يخسروا فيها كثير، او مشان عندهم اي شيء ثاني شوي نقوي الحركه التجاريه ويستفيدوا وشوي يرجعوا يوقفوا على رجليهم. مش حنقدر يمكن واحد لحاله ما بقدر يغير، بس احنا بمجموعنا بعدد كبير نقدر نغير. ممتاز كثير اماني، يعطيك الف عافيه. محمد بدي اسالك ايش اكثر المناطق بوسط البلد المتضرره، اكثر الشوارع نحكي بشكل سريع معروف شوي رح يدهمنا، فبشكل سريع بحكي. معروف اولا شارع قريش اللي هو معروف باسم صف السيل، عندنا سوق السكر، سوق مانجو للاقمشه، سوق شارع البتراء. هدول من اكثر المناطق اللي تعرضت للمحلات اللي تضررت فيها صراحه. فهذا الشيء راح يساعد انه نخلي الناس تتوجه على المحلات وعلى هاي الشوارع بشكل مباشر. ممتاز كثير. ختاما للقائنا اماني ومحمد، لكل الاشخاص بما انه يوم الجمعه بكره، طبعا ما بعرف يمكن هاي الحمله مش ليوم واحد، يمكن هي حتستمر، ممكن تحكوا لي عن هاي الفكره انه كل حمله بيكون في لها مده زمنيه معينه، تحكوا لي لامتى هاي الحمله ممكن تستمر في دعم تجار وسط البلد، يمكن يوم واحد ما بكفي. ايش خطتكم لمبادرة حملة يلا على البلد؟ طبعا محمد والشباب عملوا حطوا يوم واحد مشان نشجع الناس، هو يوم عطله بقدر الناس انها تنزل باعداد كبيره، بس انا بتهيأ لي انه احنا لازم نفكر بموضوع اليوم انه قديش نقدر نساعد خلال الفتره هاي القريبه لحتى يرجعوا زي ما يرفعوا اجريهم، بس كمان نفكر انه نرجع نحيي وسط البلد كمركز تجاري بعمان ونرجع زي ما كان زمان. يعني ممتاز كثير. يعني اخر شيء بدنا تعليمات سريعه للي عم بيشاهدونا على التلفزيون الاردني عشان نخفف بكره من الازدحامات، ايش الجهات المعنية تواصلتوا معها، الأمن العام، إيش خططتوا للموضوع؟ تواصلنا عن طريق إذاعات مع إدارة السير، راح يتساهل بموضوع المخالفات، بس مطلوب من الناس تتعاون مع هدول الأشخاص وأفراد السير، ما نصفها بأماكن غلط. بتمنى بطلب من الناس ما تقعد تفاصل كثير، يعني لانه بالاخر التاجر هذا متضرر، ما نفاصله بالاسعار مثل ما بنشتري باي مكان نشتري. ممتاز. عندهم. ممتاز. بشكل عام نتعاون مع بعض، في اشخاص متطوعين خليهم هم المرجع بالتوجيه، اللي عنده اي سؤال يسال هدول الاشخاص، وبطلب من الناس اللي عم تتابعنا اليوم يشاركوا بهي الصفحة لأنه راح يكون فيها الأخبار أول بأول خلال اليوم. ممتاز كتير، يعطيكم ألف ألف عافية أماني حماد الرائعة، يعطيكي ألف عافية، أطلقت هاشتاج يلا على البلد، محمد قاسم من مؤسسي مبادرة حملة يلا على البلد، كل الشكر لكم، نتمنى لكم التوفيق. وأنا شخصيا بدي أحكي باسمي وباسم الفريق، كلنا داعمين لحملة يلا على البلد، وكلنا بكرة رح ننزل على البلد، وكلنا رح نشتري من الأشياء الحلوة اللي بالبلد، فيعطيكم ألف ألف عافية. الله يعافيكي. أما الآن